ابو ظبي عندي تصوير مال شنو ما اعرف، المن ما اعرف، ليش ما اعرف، بس عندي تصوير. باردون انا نسيت بحكي لكم على اللوك تبعي اليوم. اللوك تبعي اليوم كاليفورني. نعم. من اطلب القهوة اقرأ تعليقاتكم قبل ما تجي. هلو. الديزاينر صوفيا وصلت وراح نبلش التصوير هسه. اكبر المخرجين يقدرون يقولوا لكم انه كل شيء جاهز، الممثلين، الديزاينرز، الميك اب ارتست، لايت، بس اذا المخرج يعني لو اي فاكيد اكو باتري خلصان ولازم يروح الباركينج يجيب باتري. يعني هي حالاتها، يعني انت مخرج لو شنو. قرود حاب يسلم عليكم اليوم. هسه يجي الباتري، هسه يجي الباتري. ما لحق احط لكم اغنيه فراح انا اسويها بحلقي. تن 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 تن. ماكو يوم يعدي اذا انا فرات ما نتعارك على الواتساب. عركتنا اليوم شنو؟ دز لي صوره مال عيد ميلاد وليد، قال لي ابو وجهك سمنان، ولا واحده راح تقبل بك، ما راح تتزوج. هاي عركتنا. الاجهزه كلها جاهزه. How you doing? Yes. جون راح يصور التصاوير الستيل وانا راح اصور الفيديو. Are you ready? Ready. Yes. التصوير هسه خلص وقاعدين راح نتغدى على ما هم كملوا الانترفيو. تصوير توب، جناطها توب. هسه تشوفون الفيديو. وهذا الستيك الصحيح بغيابكم. على جود ميل اميزنج. يس. وهاي القهوه رقم 2. رايح اشوف عليه واكمل الايديتنج مال الفلوجات وشغل. عندي كوم اشياء اسويها وتظلوا قاعدين تضيعون الفيديوهات بدل ما تشتغلون. انا اشتغل وانتم قاعدين تضيعون. يلا مو مشكله. عن طريق شغلي مشتغلوا هواي ديزاينرز، واكو نوعين من ديزاينرز يعني المصممين. اكو المصمم اللي من قد ما واثق من نفسه شايف نفسه وما ياخذ راي الاخرين ومتكبر وصعب انه واحد يتناقش وياه. واكو ديزاينرز مثل صوفيا العصفور رائعة جدا، يعني تستقبل كل الكلام وكل النصائح وكل الأفكار اللي واحد يحكي، يعني ما تعلق بس تسمع. وهذا الشيء اللي يخلي الديزاينر يتقدم لقدام وينشر الديزاينز مالت الرسومات أو كانت جنط أو أحذية أو ملابس أو انتريور ديزاين، ينشرها عن طريق الكومنتس مال الناس والنصائح ومو بس الانسبريشن مالته الداخلي. صوفيا عصفور، ثانك يو. يمنى ازدحام، يسرى ازدحام، وقدام ازدحام. وهاي التفويلة الزينة. عندي لكم سؤال، هل انتم عايشين احلامكم؟ هل انتم من راح توصلون نهاية حياتكم؟ هل راح تتندمون
لان راح تموتون لو راح تتندمون انه راح تموتون وما سويتوا احلامكم. قعدوا، الحياة مو انه يجي الويكند وتتونسون ويجي اسبوع وتنتظرون الويكند من جديد وتدفعون الايجار والتليفون، لا، دوروا على احلامكم. ماكو اي شخص بالدنيا انولد اذا ما وياه رسالة، ولازم يكتشف هاي الرسالة ويلقى الشيء اللي هو يقدر يبدع به ويحقق انتاج ويبني عالم حواليه ويأسس حياته ويغير شيء بالمجتمع، يلا بعدين يقدر على السرير بالمستشفى قبل ما يموت يقول انا ما ظل شيء بحياتي ما سويته وانا فخور بنفسي. اريدكم كلكم توصلون لهاي المرحلة، مو سهلة، صعبة، بس ماكو اي عذر، لان اكو ناس تدمروا ووصلوا لهاي المرحلة، فانتم ما عندكم اي عذر. بس بشرفكم شنو احلى السبيتش مالتي لو اللوك تبعي اليوم؟ شرفكم عندي طريق طويل واحس احتاج في شي باور. ما انصحكم تشربون ريد بول لان ريد بول بهواية سايد افكتس، يعني مو لان انصحكم شي يعني ما اقدر اسوي. شايفين البريطاني من يشرب باعه هيك يشرب هيك ما يطلع صوت، حتى شفايفه ما يطخن باعه، بس هو دا يشرب يعني دا يسائل دا يطب باك شون شون. انا اذا مو هيك احس الطعم غير. قرود حابب يسالكم سؤال، حابب يقلكم شنو طريق رجع من ابو ظبي دبي، كلش ازدحام، وايد وايد زحمه، فجاء اشتغل ببيت البحر، عندي اديتنج اسويه وبعدين نشوف شو يصير، ما اعرف يعني. يعني هو ترى مو فيلم ومكتوب وسكريبت وممثل، يعني هو فلوج، يعني ما اقدر اقول لكم شو راح يصير بعد 10 دقائق. لو تدرون شلون اعصابي تتوتر من دا يسوي ابلود للفلوج. يعني تشلب علي قلوب شنو؟ اجتني فجأة وانا بالسيارة فكرة مال فيديو فكاهي على الانستغرام، ولازم تعرفون ان كل فيديوهاتي على الانستغرام القاها وانا بالسيارة، فاحتاج مساعدة فوفو اليوم. بس لهذا الفيديو راح احتاج ورقة بيضة عشان اشوقكم، ما راح اقول لكم ليش احتاج ورقه بيضاء. لقيت الاوراق عند كارفور، من عندي طلب غريب، بس اسوي هالابتسامه ويعطوني اياه. صار لي ساعه توصل بي صورني. راح تجي لو لا؟ يا ارد اشوف ليوناردو دي كابريو هم يتوسل واصدقائي يصوروه. ليوناردو دي كابريو عنده فلوس. ورا السيء. هي هي بالضبط هي شو اشوفها. سد سد الباب حتى يصير فوكس. وجهي طالع؟ يعني من رحت شوي بعيد. اوكي مو بس هي ايدك بس عندي. قاعد اجوسم، قاعد اجوسم عدل. اوكي؟ ده تصور ولا لا؟ ايه. طبعا اسوء اكسبيرينس واحد يصوره فرات. يريد هو يصير دايركتر. فرات من يعصب يلزم ابو جويسم ويقعد يجي بس يفكر. يتنفس يجي. ما مقتنع بالفكرة، احلى فكرة وهسه راح تشوف لا. تعليقاتهم. لا حلو. طبعا الفيديو المفروض يخلص بعشر دقائق الاخراج مالته. جيت الاخ قاعد يبيع برنامج قال لي سيخلص بعد 50 دقيقه. قعدت انتظر 50 دقيقه برنامج بايخ. زين طلعت الكاميرا قلت له صورني هيك. قال لي شنو رايك بهاي الزاويه؟ شنو سكورسيزي انت لو شنو؟ يلا باي. تعال ما شايف انسان هيك مزعج. يعجبني انهي الفلوج مالتي من يوم ينتهي، يعني من انا ماخذ السياره ورايح للبيت حتى تتاكدون انه ما ضم عليكم شيء، يعني انه اليوم انتهى وخلاص. باكر فلوج جدا مهم، لا تنسون تباعوله. ما اقدر اقول لكم اكثر، بس فلوج كلش مهم حبايب، وهذا الفلوج راح ينتهي هسه.